أناب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية لحضور المباراة النهائية على كأس جلالته لكرة القدم والتي أقيمت يوم أمس وجمعت فريق نادي المحرق وفريق نادي الحد. وبهذه المناسبة رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب شكره وتقديره إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على دعم ورعاية جلالته للحركة الرياضية البحرينية، الأمر الذي ساهم في تحقيقها لإنجازات باهرة على مختلف الأصعدة وجعل الرياضة البحرينية تعكس الصورة الناصعة عن البحرين وتطورها في مختلف المجالات، مشيرا سموه إلى أن الإنجازات الرياضية الكبيرة التي شهدتها الرياضة في العهد الملكي الزاهر شكلت نقلة نوعية في تاريخ الرياضة البحرينية وجعلت من رياضة المملكة رقما صعبا في العديد من البطولات والأحداث الرياضية المختلفة. وهنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة فريق نادي المحرق بمناسبة تحقيقه لقب كأس جلالة الملك لكرة القدم بعد فوزه على فريق الحد في المباراة النهائية، مؤكدا سموه أن هذا الإنجاز يشكل امتدادا للإنجازات المتواصلة التي حققها الفريق خلال السنوات الماضية وتحقيقه للعديد من الألقاب المحلية التي تؤكد تطور النادي وحرص جميع منتسبيه على الارتقاء بمنظومته الإدارية والفنية. وبارك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الإنجاز المميز الذي حققه فريق نادي المحرق بفوزه بكأس جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مشيدا بجهود لاعبي الفريق والجهازين الإداري والفني بمناسبة تحقيق هذا اللقب الذي سيسهم في إثراء مسيرة النادي ويتوج عطاء أسرته، مشيدا بدعم رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي وحرصه الموصول على توفير الظروف المثالية للفريق من أجل تحقيق لقب أغلى الكؤوس. وفي ختام المباراة توج سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة فريق المحرق بالميداليات الذهبية وكأس المركز الأول، حيث نقل سموه لهم تحيات وتهاني حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة تحقيقهم المركز الأول في كأس جلالته. وبهذه المناسبة أعرب سموه عن اعتزازه الكبير بإنابة جلالة الملك المفدى لسموه لحضور المباراة النهائية على كأس جلالته لكرة القدم، مثمنا سموه الدعم الذي يحظى به قطاع الرياضة من لدن جلالته حفظه الله ورعاه والذي أسهم في تحقيق النتائج المشرفة والتي عززت من المكانة المرموقة لمملكة البحرين على خارطة الرياضة القارية والدولية. وقال سموه إن اهتمام ورعاية سيد الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه للقطاع الرياضي وأبنائه الرياضيين دفع نحو الارتقاء بالمنظومة الرياضية إلى مستويات متقدمة والذي انعكس بصورة واضحة على تحقيق الإنجازات التي تضاف لسجل الرياضة البحرينية، مما يؤكد أن الرياضة في البحرين تعيش عصرا مزدهرا. وتابع سموه إن الرؤية التي رسمها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لتطوير كرة القدم البحرينية ساهمت في تنفيذ توجيهات العاهل المفدى أيده الله للارتقاء بهذه اللعبة والتي ترجمت بتحقيق المنتخب الأول لكرة القدم لقب النسخة 9 من بطولة غرب آسيا ولقب النسخة 24 من دورة كأس الخليج العربي. وقد هنأ سمو الشيخ خالد بن حمد فريق المحرق بمناسبة فوزه بلقب مسابقة كأس جلالة الملك المفدى لهذا الموسم، مؤكدا سموه أن هذا الفوز جاء عن جدارة واستحقاق بعد أن قدم الفريق مستويات مميزة طيلة منافسات هذه المسابقة والتي منحته معانقة الكأس الغالية، معربا سموه عن خالص تهنيه إلى مجلس إدارة النادي برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن علي آل خليفة على هذا الإنجاز، مشيدا سموه بالجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة النادي لتهيئة الأجواء للفريق لبلوغ المباراة النهائية وتحقيق اللقب، مشيدا سموه كذلك بالمستويات الطيبة التي قدمها فريق الحد طيلة مباريات المسابقة، متمنيا له حظا أوفر في المسابقات المقبلة. We'll be right back.
حقيقة ساعدنا اليوم بإنهاء موسمنا وإصدار الستار بأغلى بطولة تحت مظلة اتحاد البحرين لكرة القدم، ساعدنا بتشريف سيدي سمو الشيخ خالد بن حمد لهذا الحفل بنابة عن سيدي صاحب الجلالة، وهذا بالنسبة لنا هو عرس الكروي الذي ننتظره سواء نحن كمنظمين أو كذلك الأندية الوطنية. نبارك لنادي المحرق في تتويجه في هذه النسخة، وحظ أوفر إن شاء الله لنادي الحد بطل دوري سمو الشيخ ناصر بن حمد. أولا نهدي هذا الفوز إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى الرئيس الفخري لنادي المحرق، ونهدي هذا الفوز حق رجال المحرق وأهالي المحرق، وهذا ليس بغريب عليهم. وتشرفنا وتباركنا بزيارة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في هذا التتويج المميز. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على تحقيق البطولة، وهار لنا على الدوري، ونهدي البطولة حق جلالة الملك الله يحفظ الرئيس الفخري لنادي المحرق، والمبارك حق مجلس إدارة، والمبارك حق جماهير المحرق، والمبارك حق اللاعبين والجهاز الفني والجهاز الإداري. وهذه مو بغريب على نادي المحرق، البطولات واللي تأخذ البطولات في آخر الوقت. المحرق صبور، المحرق صبور برجالاته، وهذه البطولة غالية علينا، ونهديها حق جمهورنا، جمهورنا اللي يستاهل، احنا جمهورنا اللي يوقف ويانا، جمهورنا اللي حفزنا احنا.